كانت مهمة دسير، بس بعرف انه هون كتير حلو كتير. الصحافي الكبير كمال مطر وحضرتي بكون بنته، بس ما بيشرفني. انت بنته؟ ايه، وما بيشرفني. هيك عم تدرس حتى عم فوتي. مين حطك تحت سبع أرض؟ ولك هو لك مين هو حياتي؟ هو كمال مطر. كمال مطر طلع عم يسممني إلي. كمال مطر طلع تاجر مخدرات. شو القصة معك؟ أعطيني. ما معي، فلي أحسن حدا يجي يشوفك. أعطيني بفل. قلتلك ما معي. الحلوين حرزانة، أنت شو خسران؟ أعطيني، يلا أعطيني نهز. وسيم شو عم تعمل؟ أنا وعدتك إنه أنا وياك نصير حال واحد، هيك رح يصير نديم. هلا بتشوفي شو عم بعمل، بدي يصير بدي. لا وسيم! لا! اتركيني نديم! لا! اتركيني! اتركيني! لا وسيم، لا! ما تزيد على قلبي، بليز ما تزيد على قلبي. زيحاني طول عمرك بتدفش فيي، هلا صار بدك تلاقيني. ما في شي قطعة كبيرة كمان اليوم تا يطلع لي كمية حرزانة مثل هديك المرة؟ لا ما في شي، اتركني. تندم إذا ما أخذتي. لحقتي وشفتيني، استفيدي. ما بدي أندم وما رح أستفيد من شي. وعدك ما رح أرجع لورا، ما رح أرجع بقى. لو منك ما كنت هون، أنت كنت حد كل الوقت. الممثلة نيلي معتوقي، أهلا وسهلا فيك بتحلى الحياة. عم نتابعك بدور نادين بصمت الحب، وكنا عم نشوف بعض المشاهد بهالبلاير. بعرف أن أنتو صورتوه تقريبا من حوالي السنتين. لما رجعت هيك شفت البلاير، شفت النتيجة على الهواء، شو بتقولي؟ أول شيء مرسي لاستضافتكم، مرسي على الـ LBC. بقول أنه عشنا لحظات حلوة بهذا المسلسل وتسلينا، والدور كان كتير حلو، الدور كان كتير مليان. بتذكر كل شيء، يعني مش كأنه من سنتين. هلأ رح نحكي شوي عن كواليس كيف كانت وش كان يصير معكم أمور، بس أنت قلتي دور كتير حلو، نحن عم نتعاطف معك كتير بهالدور، ورجعتنا كمان 10 سنين لورا، وتحديداً بين بيروت ودبي كنت عم بتأدي دور شبيه له. قدي في فرق بين الدورين؟ قدي اختلفت بين الاثنين؟ هلأ كمشاهد يمكن بيقول دور شبيه، هيدا بسمعها كتير، أنه دايماً بتاخذي دور الحشاشة. هو دور المخدرات كتير قوي، دايماً بقوله أنه قوي للعالم، يعني هو أصلاً هذا الموضوع كتير قوي، تلقي المشاهد قوي لقله. ما بيشبهوا أبداً بعضهم نادين وفاتن. فاتن حدا منه قوي مثل نادين، اللي يمكن في شغلة تشترك بيناتهم هي دور البي بحياة هذا الشخص. بي لفاتن ببين بيروت ودبي كان كتير منيح وبعقد وكتير طيب وكتير حنون. بيا لنادين بصمت الحب هو الأساس المشكلة تبعها، يعني يلي هي كانت بمرحلة معينة وظهرت منها. كان شيء في كمان دور حبيبة لنادين يلي لعبه يوسف حداد الممثل، كمان لعب دور كتير أساسي بحياتها لنادين. فهو كلهم كلياً غير، يعني الأدوار عوامل مختلفة. مزبوط. لما قريت النص صمت الحب نقستي، يعني قلت العالم بينقذوا من هيدا الدور، حتى أوقات بيصدقوه حسب كلامك. وأنا بعرف كمان يعني منصدق أوقات الدور أو الممثل عن جد هو هيك منقول. مزبوط. نقستي خفتي لتكوني مرة تانية عم بتثبتي هيدا التهمة؟ ليك هي ما كانت مرة تانية، عطتنا فرق 10 سنين. ايه. كمان على المسرح بكيفك يا ليلى مونولوج كمان بتحكي عن المخدرات الشخصية. هو هيدا الموضوع كتير بياخد من وقتنا بلبنان، لأنه آخذ من وقتنا يعني. فطبيعي الكاتب اللبناني يكتب عن هيدا الموضوع. ما نقذت، لا بالعكس، أنا كتير بحب الأدوار يلي بتودي مساج للعالم. ونادين الحلو فيها أنه كمان لعبنا بمساواة، بتخبي الكياس المخدرات قديه عم ياخدوا من وقتها حتى تقدر، يعني مثلا وجع راسها، يعني هاو القصص ما عالجناهم بغير مسلسلات، بغير ما عالجتهم أنا بغير دور.
فبفاتن ما كانوا يفرجوا هالاشياء، كنا عم نركز على غير شيء. هون ركزنا على قد ايه صعبه انه حياه الادمان كيف بتبلش. يعني هي هو بيقول لها انت منك مدمنه، انت بعد ما صرتي مدمنه، بيقول لها. فهيدا شيء كثير حلو كمان مساج انه رفقوا لها. فيك تطلعي منه. مزبوط، يعني فيك تطلعي، وفي الاشخاص اذا حبوك حواليك مثل ما يوسف لعب دوره، في طلع هالشخصية، يعني طلعها من هالمطرح البشع. بالبلاير شفنا المشهد اللي بتكوني بالدوش وعم بكب على وجهك مي. بالاول المي كانت باردة او سخنة؟ دوش كيف كان؟ منيح باردة كانت، بتذكر. ايه بس انه وقتها تكوني عم تعيش الحالة، يعني ما هي بتضحكوا علي تعيش الحالة، بس انه ما بتفكري اذا مي سخنة باردة سقعة شو. ياما بنسقع بالتصوير، بنرجع بنتذكر بعد المشهد انه سقعنا. هلا هو مبين انك عايشة الحالة، وللمشاهد اللي بيلفتنا نظرنا انه عم يتصور وان شوت. مزبوط. بتعرفي المشاهد غير انه بيتأثر بالشيء اللي عم نشوفه، كمان بصير عم فكر طب كيف صوروها؟ لأن أنت براسك عم تفكري نوعا ما، بتخيل انه بدي أعملها من مرة واحدة تنجح، لأنه رح تصير كلك مي. مزبوط. تحضرتي لها كثير كيف صار التنسيق أو لا؟ مثل حيا لمشهد؟ لا اكيد مش مثل حياة لمشهد، لانه مثل ما قلتي انه بده يتصور وان شوت وسقيله ترجعت نشفه وكل هالاخبار. نحن كتر خير الله يعني المشهد صور وان شوت ومره واحده، تحضرت له قبل ما نبلش فيه، لانه كنت عارفه انه هذا المشهد صعب وبده احساس. انا بالنسبه لي كممثله انا بحط الاحساس، يعني ما فيني اكون عم بمثل تكنيك. فكل شيء يعني حتى انا ويوسف يعني كنا عم نتساعد بهيدا المشهد، قدرنا تمرنا عليه قبل تمرنا كمشي وهيك، ودغري رجعنا صورنا. تمرنتوا انت ويوسف؟ مزبوط. بتتمرني كثير قبل مشهدك؟ بتحبي تفوتي لو بعد كل هالسنين الخبره ما لها علاقه، بتحبي تفوتي ممكنه من الدور، مرني انت واثقه من حالك، عارفه شو بدك تعملي؟ اكيد اكيد اكيد، يعني هو التمرين الديبلاسمون بيساعد اكيد، يعني انه تفوتي وتكوني مرتاحه المشهد، تقدري تحسي، ما تكون اعطيني هم وين بدي اروح وين بدي اجي. بركز يعني بصير تركيزي كله بس على احساسك. مزبوط. ما بتقعدي تفكري وين بدي خلص هلو. لانه انا هيك بحبهم، يمكن غير الممثلين بيشتغلوا بغير طريقه. يعني في كل حدا بيشتغل شيء، بس انا شخصيا تعلمت انه اذا ما انا بحب الاحساس، بحب الممثله تكون حاسه بالشيء اللي عم تعمله تقدر توصل، خاصه بهيك دور حالي. تقدر توصل يعني مش حلو تكوني عم تعملي شيء يرجعوا اوكي ما يحسوا معك، لا بحب انه المشاهد يحس مع هالشخصيه. بما انه كنا عم نحكي عن المشاهد وانه قلتي لي متذكره تقريبا شوي من كل شيء عن التصوير، في مشهد بتتذكري عدتوه كثير او عذبكم او انت بالنسبه لي كان كثير مهم واساسي انتوا عم بتحضري للدور؟ هلا انا كثير بعمل فورير بالتصوير، يعني وقت اتعب مثلا بضحك كثير، بتحك مع انه ما مبين اللي بشوفك يعني هلا بتذكر في كم مشهد بتطلع هيك بقول هون كنت عم بضحك. ليه كنت عم تضحك؟ اي مشهد وليه كنت عم تضحك؟ بتعرفي في مشهد كنت انا ويوسف على القاعدين بالصالون، وبتذكر انه كثير ضحكنا تعبنا نهارتها، كان اخر الليل، فشوي ليليان المخرجه بوجه لها تحيه انه خلص نلي، انه يوسف ونالي خلص، يعني هلا انه يوسف بيقدر يهدى حاله، معروفه رايقه يعني إيه؟ انه خلص تاليليان تقول خلص يعني عن جد حرام يعني. فبتذكر انه كنا قاعدين انا وياه وهيك، واخر المشهد بقرب انا لقدام مظهر من الكادر، دورت من الكادر وهو مشهد كثير جد وهيك، فرد الضحك. فبتذكر انا وعم بحضره انه هون لا بينت انا بعرف حالي يعني. فايه هيدي بتصير. بس ليه ضحكته؟ ما بعرف انا وقت اتعب بالكاميرا بطلت بالكاد وقت اتعب بضحك كثير، يعني وقت اتعب يعني بفصل، بصير حدا عم يضحك كل الوقت. ضل عم تضحك بدك تبكي لما تتعب بدنا نعرف شو هي، ما بتذكر شو صار، او بتذكر انه انا ويوسف كنا عم نحكي شيء وضحكت وراحت، هي ما بيكون في شيء سخيف يعني على التعب بتصير بتزيد وعم تضحك، بتصير بتضحك على ضحكه الثاني وما بكون بركز في سبب. مزبوط. نحن تباعا عم نستضيف ابطال وممثلين من مسلسل صمت الحب، مين الممثل يلي بتحسي حالك ارتحتي معه؟ رح تقولي لي يوسف حداد. مين الممثل والممثله اذا بديك وليه؟ هلا انا اليسار كثير بحبها، كثير كثير بحب حبيت العمل معه، يعني هيك التصوير، حبيت اثنيناتنا كيف بنعطي مع بعض،
على مشاهدنا. يوسف اكيد انه حكما بدي ارتاح معه، يعني اذا ما ارتحت معه مشكله، لانه انا بالنسبه لإلي انه الممثل بده يرتاح مع الممثل اللي قباله. عم برجع اقول بالنسبه لإلي، لانه بسمع كثير ممثلين انه ما عندهم هالمشكله، انا عندي هالمشكله، انا بدي ارتاح مع الشخص اللي قبالي تقدر مثل معه، ما فيني اكون ماني مرتاحه معه واعطي كثير، هيك انا. بس اوقاتنا اللي بتنجبري، اوقات بتنجبري، يعني انا صايره معي كذا، انه مش كذا مره، بس انه صايره معي انه اوقات ما في هيدا الكيمستري بينك وبين الشخص اللي قبالك، بس انه كيف بتجربي تشتغلي على الموضوع؟ انه بشتغلها يعني انه بكون تكنيك اكثر، كادريت اكثر، هيك قصص، بس انه انا ما بحب. يعني بيطلع على الهواء هيدا الشيء اللي بنشوفه نحن؟ لا العالم ما بتطلع، ما بتفرق العالم، يعني كيف بتقولي شو في كيمستري اذا بتكوني عم تطلعي ياي بين هيدا الشخص وهيدا الممثل وهالممثله، عن جد كثير هيك مهضومين مع بعض، شو حلوه بيناتهم الكيمستري، هيدا اللي بتفرق بحس. انه بين انه تكوني عم تشتغلي مع شخص منك مرتاحه بالشغل معه وشخص مرتاحه. انا يوسف كنت كثير مرتاحه بالشغل معه، هو حدا كثير هيك مهضوم وبيضحك على السات، وكثير هيدا الشيء الحلو اللي كان بيناتنا، يعني بتقدروا تضحكوا مع بعض. مزبوط. اهم شيء نضحك. اهم شيء. نالي عم بتتابع حالك دائما؟ عم تتابع كل الحلقات او ما عم تقدري دائما؟ بلا عم تابع، هلا عم تابع، خاصه انه عم ينعرض كل يوم، عم تابع الحلقات، عم برجع احب يعني اشوفه. شو تعليقك؟ شو انتقاداتك؟ ام لما تحضري حالك بصير بتقولي لو عملت هون كان افضل؟ ايه هلا اكيد دائما وقت احضر حالي بحس هيدا الشيء، يعني اوقات بقول هون لو مثلا يمكن بنتقد كثير حالي. ايه بنتقد، يعني بقول هون كان فيني اعمل هيك، هون كان فيني اعمل هيك، بس لا عم بحب الشغل، يعني ما عم بحب الشغل كيف طالع. نحن والمشاهدين كمان عم نحب كثير النتيجه، عم يوصلني هالشيء من العالم، يعني حابينه. هلا اوقات شوي بتضايق انه العالم دائما بتقول ما بتاخذي غير هالدور، طب لا اخذت غير ادوار، بس منه هيدا تذكروني فيهم، لانه كثير صعب هالدور، ما هي صعب انك تحكي عن موضوع على قد حساس عند العالم كمان. من البدايه كانت دراستك بالموسيقى مزبوط، واول اطلاله لإلي كان ضمن برنامج السهر اكاديمي مزبوط. شو اللي اخذك على التمثيل؟ هلا انا فتت بتغني لهم بس تكوني ورا الكواليس. ما انا فتت على ستار كرمال تمثيل على فكره، يعني انا كثير، انا من كمان هي مخبرتها قبل، انه انا كان تقريبا بالترمينال هربت من المدرسه تعمل كاستنج تمثيل، ما خبرت اهلي وهيك. مش شاخبه؟ ايه ترمينال منيحه، يعني مش قبل ترمينال بس وايه ومقتنعه واخذ القرار. ايه ورحت عملت كاستنج تمثيل وهيك عن مروان نجار، وقال لي انه نحن بنفضل تلاميذ مسرح وهيك، وانت حدا عندك مستقبل. ذكرته فيها لاستاذ مروان وقت رجعت رحت واشتغلت معه. قال لي عن جد؟ قلت له ايه، انا جيت لعندك عملت كاستنج. وهلا ما بقى نشوفك ابدا بالغناء؟ ما بتفكري ترجعي؟ ما بتعني لك التمثيل هو هدفك الوحيد؟ الغناء هو شغلي، يعني شغلي الاساسي. انا بعلم موسيقى بمدرسه الانطونيه عجلتون، وعندي كورال اولاد بعبده بالانطونيه بعبده، وانا كوريست بكورال الجامعه الانطونيه الكبار، انا كوريست معهم يعني، فهيدا الشق غير كليا تمثيل. التمثيل اذا في شيء على المسرح بيساعد، مثل كيفك يا ليلى هيك تناولنا شوي من الموسيقى كغنى وهيك. ايه اكيد يعني بحب الغنى مع التمثيل على المسرح. مزبوط. بس راجع على المسرح حسب ما عرفنا. ايه راجع ان شاء الله دائما ارجع على المسرح. راجع على المسرح إذا الله راد بأكتوبر، تنعيد مشاهد من الحياة الزوجية لميشيل جابر مع رودريك سليمان، وعندنا مسرحية جديدة كمان. نتمنى لك كل التوفيق. ميرسي. حضورك معنا أكيد من قدره كتير، الممثلة نالي معتوق بالتلفزيون على المسرح. ميرسي اللي كتير. أكيد عندك هيك حب كبير للمسرح بداخلك، وإن شاء الله كمان للسينما. ان شاء الله ما حدا بيعرف وين بتكبوا الحياه، ما حدا بيعرف، كل شيء حلو بيلبق لك. ثانك يو. ميرسي. يا اهلا وسهلا فيك. ميرسي لكم. يا هلا.